اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده متنوعه، لا فراخ ولا لحمه ولا سمك. ايه البخل ده يا عم الشيف؟ مش بخل ولا حاجه، في خبره طهويه هنا، في فن طهوي ان احنا ازاي نعمل التشيز كيك بالفواكه. بما ان الصيف خلاص داخل علينا، في فواكه من خير ارضنا، عنب، تفاح، فراوله، خوخ، ازاي نجمع ما بين الفواكه دي كلها ونعمل قالب تشيز كيك فيه كل العناصر الغذائيه، بروتين هنلاقي، فواكه هنلاقي، فيتامين سي هنلاقي. معانا النهارده كمان الباميه. اوه باميه باللحمه الضاني دي حكايه، ده طاجن باميه باللحمه الضاني بالتاكيد مصري، ولكن النهارده الباميه هنعملها سلطه مشويكه. يعني اعملها سلطه النهارده بالزيت الزيتون والكزبره، هتعجبك قوي على فكره، وهتستلطفيها تاكلها بالعيش تبقى لطيفه وحلوه، وتاكلها من غير اي حاجه خالص مع فطيره الشوفان تبقى هيلسي وزي الفل. معانا الكرومبي الجميل الحلو ده كده هنعمله كمان النهارده سلطه، ده مش متوقف ان احنا نعمله محشي وبس. الكرومبي النهارده يتعمل سلطه ازاي؟ اخواننا في ماليزيا وفي شرق اسيا بياكلوه سلطات وبياكلوه مخلل بكثره على انه مفيد جدا، واكتر حاجه بيستفيد منها الكبد، بينشط الكبد. فالكرومب النهارده هنعمله سلطه على طريقه الشيف المغازي، هتعجبكم برضو بطريقه جديده. في تفاصيل كتير النهارده في الحلقه، حلقه فيها كمان خبره طهويه، ازاي مفيش لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، والشيف المغازي هيعمل سفره فيها كل العناصر الغذائيه اللي يستفيد منها الجسم على حسب اعمارهم. هنطلع فاصل صغير ونرجع للخبره الطهويه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هتعمل لنا يا شيف النهاردة؟ هنبدأ طبعا بالبامية، نعملها ازاي سلطة، دي الأول مرة وحقوق الطبع لدينا وبس. وازاي نحافظ على خضار البامية ونضارة البامية بلونها الأخضر الحلو بعد الشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده كده، دي من خير أرضنا، بامية طازة والله أمعناها واتغسلت. دي معانا، معانا بصل، ومعانا توم، معانا كزبره خضراء، كزبره ناشفه، عصير ليمون، زيت زيتون. نعملها سلطه ازاي للناس اللي مش حابه تاكلها بلحمه ضاني، مش حابه تاكلها بالطماطم؟ تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي، ايه التفاصيل العلميه الطهويه بطريقه صحيه نعملها سلطه، هو ده اللي يهمني. مقاديرها على الشاشه، باميه، بصل، وتوم، وزيت زيتون، وعصير ليمون، ونوعين من الكزبره، كزبره خضراء وكزبره ناشفه. والباميه معانا الشكل الجميل بصراحه تفتح الشهيه من خير ارضنا، اهي طازه زي الفل. ما تجيبهاش شيخه، جيبها بالحجم ده حلو قوي. اول حاجه بنحط شويه زيت زيتون. حلو قوي. زي الفل. مع زيت الزيتون ده يا عم الشيف بصلايه ناعمه والتومه ناعمه. حلو قوي. ادي البصلايه ومش هنستنى عليها لما تتحمر. مش عايز احمرها انا. اللهم صل على النبي. اهي. في حالة احمرار البصلة بننزل بالثوم الطازة. الله على الريحة، هو ده. ثوم، درانيات، بصل وثوم، كلنا عارفين بالأبحاث العلمية والعلم لما يتكلم سمع هس، مفيدين جدا لتحريك الدورة الدموية في كل أنحاء الجسم. من الأعلى للأسفل ومن الأسفل للأعلى، درانيات زي إيه يا عم الشيف؟ بصل، ثوم، جنزبيل. الجذور اللي هي بتزرع في الأرض، اللي بتسرح في الأرض. زي البصل والثوم والجنزبيل، كل دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، بتفيد الجسم، خلي بالك، ومفيش منها اضرار ابدا. عمرنا ما سمعنا واحد عنده الضغط ما ياكلش بصل، كلنا ما سمعناش ما واحد عنده الضغط ما ياكلش ثوم. بصل، ثوم، جنزبيل لاي امراض هي علاج اهو. بصله والتومه في قلب النار مع زيت زيتون، استنى عليهم كده لما ياخدوا ايه لون بالشكل ده كده اهو. اللهم صل على النبي على الريحه، حلو قوي. ننزل بالكزبره الناشفه. فينك يا كزبره؟ ايه اللهم صل على النبي. شويه حلوين قوي ونحمر كده زي الفل. عايز الباميه دي يبقى لونها اخضر، اعمل ايه؟ والخضار هيجي منين؟ هسه حالا نعرف الخضار هيجي منين. بصله، التومه، ننزل بالملح. وجود الملح مع الماء المغلي هو اللي بيساعد على الباميه تكون خضراء، هو اللي بيساعد على البروكلي يكون اخضر، هو اللي بيساعد على الفاصوليا تكون خضراء. زي الفل يا عم الشيف. هناخد الباميه الحلوه دي كده بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، نحطها هنا
حلو قوي زي الفل. نقلب بالراحة كده بصلايه. شايف اللون ده كده؟ شايف البامية ولونها وجمالها؟ سلطة بصلاية مع التومة مع زيت الزيتون مع الملح مع الكزبرة. توب البامية تشرب من كل ده. بيكون على جنب البوتاجاز كده أو في المطبخ عندك براد المية بيغلي اللي هو براد الشاي. لازم تنزل المية مغلية دلوقتي حالا ونغطي البامية دي ونسيبها إيه تستوي. الله دي لأول مرة نعملها سلطة. الناس اللي مش بتحب البامية بالطماطم، مش بتحب البامية باللحمة، مش بتحب البامية بشوربة المرق واللحمة، الحاجات دي كلها على نار شديدة وبنقلب. كل القصة دلوقتي هناخد مغرفة ماء مغلي. غطى الحلة فين معايا؟ اللهم صل على النبي. زي ما هي كده اهي. هو ده هو ده. ده انت مش معايا من الاول بقى. طماطم مين يا غالي؟ هنا الطماطم مش موجوده خالص معانا، خلي بالك. دي ميه عاديه خالص مش شوربه. واسيب الباميه بتاعتي تغلي في قلب الميه. شايفه خضرها ولونها؟ الخضار ده جه منين؟ لان انا حاطط ملح. واسيبها تستوي تاخد راحتها في السوا. تقوم الباميه تشرب طعم الكزبره، طعم البصلة، طعم التومة. في الآخر خالص لما أجي أقدمها بحط لها عصير الليمون مع زيت زيتون وكزبرة خضراء. تاني لما أجي أقدمها بحط لها عصير الليمون وزيت الزيتون والكزبرة الخضراء. البامية اخضرت لونها حلو ازاي؟ تتاكل زي ما هي كده. هغطيها واسيبها تغلي زي الفل. خلصنا من البامية. التفاصيل الصغيرة والمعنى كبير والطعم جديد مع أكل هيلس النهاردة. لما نيجي نقيمه بنسب معينة، نسب حسابية، يعني نقدر نقول بنسبة 99.9. تعال على عينك يا تاجر، شفتوا مكان الزبدة بينا في البامية؟ هي زيت زيتون البصل والثوم وحطيناهم مع البامية وبتستوي على النار. ونرجع نكمل الحدوتة بتاعة البامية. اللهم صل على النبي. نصفيها بقى ونشيلها. هو ده. الله 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 الله. حلو قوي. فين اللحمه يا شيف؟ فين الهوبر يا شيف؟ دي سلطه باميه يا ست الكل. انت جايه متاخره. احنا ميعادنا الساعه 1 كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه للناس الطيبه اللي بتتابعنا في كل دول انحاء العالم. فدي باميه سلطه، ما هيش طاجن باميه باللحمه الضاني، خلي بالك. مش ويكه. صفيت الباميه خدتها بسيبها تبرد. ممكن تحطها في التلاجة بعد شويه. عندك كزبره خضراء بقى، عندك عصره ليمون حلوه، زيت زيتون. الباميه هنا خدت الطعم بتاع البصل والثوم. اشيل دي، دول مش عايزهم، زي الفل. واسيبها لما تبرد شويه، بس تعجلش عليها. ونخش على اللي بعده. كرنب. طبعا الكرنب فين؟ هو ده، سلطة الكرنب اهي. تستاهل والله. اللهم صل على النبي. سيرفيس كرنب حلو كده. ناخد الكرنب هنا. اللهم صل على النبي. سخنة؟ سخنة. هاد الكرنب بتاعنا. الله. لسه ما خلصتش بالله عليك. اصبر على رزقك. كرنب التبل اهو، طبعا ده مستوي جاهز زي الفل. واخد النعناع اليابس، واخد الكمون، واخد الشبت. بما ان الاكل بتاعنا هيلسي، شوف التركيه اللي جايه دي بقى عشان تدعي لي بالله عليكي. ادعي لي في سرك. بص على الحلاوه. شوفان. هوبا، شوفان بدل الرز على الكرنب. هي دي بقى الرشه. بس لازم الشوفان ينزل على الكرنب وهو سخن. عرفت ليه؟ عشان الشوفان يدوب يبقى طري. الف هنا وشفا. سلطه الكرنب بالشوفان حصريا وحقوق الطبع لدينا وبس. الفكر الطهوي لا يقدر بالمال. يقدر بايه يا عم الشيف؟ تسلم ايدك يا شيف مغازي.
حلقتنا النهارده لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، بساطه سهوله مرونه. قدرنا نعمل مطبخ صحي له تفاصيله بالخبره الطهويه المدروسه والعلميه. قدرنا نعمل التشيز كيك هيلسي، المقادير فيه بس شويه زبده عشان البسكويت. عملنا الباميه بطريقه لطيفه وحقوق الطبع لدينا وبس، كمان الكرنب بالشوفان وده برضو حقوق الطبع لدينا وبس. يعني صحتك في اكلتك، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. الكلام ده بنشوفه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه كل يوم حد من كل اسبوع. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.